السلام عليكم اخواني. النهاردة معانا جهاز لينوفو تي 480. الجهاز بيجي ببروسيسور كور اي 5 من الجيل الثامن او كور اي 7 من الجيل الثامن ورامات دي دي ار 4، وبيركب له هاردات اس اس دي. والجهاز انا من الاجهزه اللي انا بحبها يعني في الشغل والاداء. كنت شرحت الجهاز اللي قبل كده تي 470 اس الجيل السابع. نشوف الجهاز. ده البروسيسور كور اي 5 من الجيل الثامن 8250 يو، والرامات بتاعته دي دي ار 4 8 جيجا، والهارد اس اس دي، وكارت الشاشة بتاعه انتل يو اتش دي 620. طبعا الجهاز بيجي بكاميرا وبصمة فينجر برينت ومن الجانب اتش دي واتنين يو اس بي ايثرنت كارت الاس دي كارت، وهنا تايب سي شارج بتاعه وتايب سي تاني، وده الكابل بتاع الدوك ستيشن. نفك الجهاز نتفرج عليه. طبعا هو الجهاز جاي معاه بطاريتين، المسمارين دول بتوع الكيبورد لو حبينا نفكه. الجهاز بيتفك من الخلف الأول، بيبقى فيه كابس من هنا تلاتة، طبعا دي البطارية الأولى دي البطارية الثانية. في مكانين للرامات، دي رامات 8 جيجا دي دي ار 4 2400 يو، ده مكان الهارد اس اس دي، ده مكان كارت الوان بتاع السيم كارت، وده كارت الواي فاي. دي الهيد سينك بتاعت البروسيسور والفان السماعات والحجر بتاع البايس. السيم كارت بيركب هنا. طبعا احنا ممكن نركب الهاردات الام 2، كنا جربناها واشتغلت معانا مكان كارت الوان، دي ممكن تشتغل معاك. الجهاز طبعا من الأجهزة اللي أنا بعشقها بالنسبة للشغل والأداء بتاعها، يعني شركة لينوفو دي أنا بعشقها. طبعا انا بنصح بيه للناس اللي بتحب تشتغل فترات طويله ببطاريه واداء عالي. البطاريه طبعا الكيبورد
الكيبورد ده المسمارين بتوعه لو حبينا نفكه، طبعا طريقة فكه رخمة شوية، يعني الكيبورد بيبقى كده، احنا بنضغط عليه لجوه، نضغط من هنا لجوه، بس طبعا بنكون فكينا، بنكون فكينا المسمارين الخلفيين. ده الكيبورد طبعا نخلي بالنا واحنا بنفكه، بنفك عن طريق اتنين كليبس دول، وده المسمارين اللي بيمسكوا فيه. في تركيبه نضغط من الخلف لجوه، وبعد كده نرجعه تاني. شغل الجهاز تاني، شوف أداء سرعته. طبعا احنا لو رتبنا الكارت الـ M2 هو بيبقى مقاس صغير، بيفرق معانا في السرعة طبعا. وأنا شايف إن الجهاز لذيذ، الكاميرا بتاعته كده. احنا شرحنا الجهاز بيتفك ازاي، وعرضنا الامكانيات بتاعته، وزي ما قلنا دي المداخل بتاعت السماعة، 2 USB HDMI Ethernet، كارت الاس، وهنا مدخل الشحن تايب سي 65 واط، وهنا مدخل USB تايب سي ممكن نوصله بشاشة يكون المدخل بتاعها تايب سي، وده الكيبل بتاع الدوك ستيشن، بيبقى ليه كيبل معين كده بيركب معاه. وأرجو أكون يعني شرحت الجهاز بالكامل، وإن شاء الله أشوفكم في جهاز تاني. السلام عليكم.